لقاء روحي جمع فئات شبابية مختلفة من كافة أنحاء المملكة، حوارات ونشاطات متعددة ضمها هذا اللقاء الذي جاء تحت عنوان صحصح. لجنة تجمع اتجاهات، وهي الجهة المنظمة لهذا النشاط والتي يترأسها الأب سامر مدانات مسؤول الدعوات في أبرشية البطريركية اللاتينية، عقدت هذا اللقاء الذي يعد الأول ضمن خطتها الجديدة، وذلك لإحياء الدعوات وتنشيطها في الأبرشية. إذن لقاء اليوم هو عبارة عن رياضة روحية بديناميكية أغناطية حتى نحرك الحياة الروحية عند الشباب. ليش الحياة الروحية عند الشباب؟ لأنها هي العمود الفقري للدعوة المسيحية، الدعوة المسيحية للقداسة، للانتماء للمسيح والالتزام بالاسم المسيحي كتلاميذ للسيد المسيح، والدعوة المسيحية أيضا والدعوة المكرسة للحياة الكهنوتية أو الرهبانية بمختلف أشكالها. لذلك قمنا بإطلاق برنامج جديد للحياة الروحية، وكما قلنا هي عمود الفقري للدعوة، اسمه اتجاهات. وهذا الاتجاهات راح يبلش من هذا اليوم، هاي يوم الانطلاقة، واللي راح نكمل برنامج خلال السنة القادمة من خلال لقاءات، رياضات روحية، محاضرات، مخيمات، رحلات حج وإلى آخره، الزيارات حتى في الرعاية اللي بيكونوا هم موجودين فيها. هذا اليوم الروحي بقداس إلهي ترأسه المطران مارون اللحام في كنيسة الراعي الصالح سيدة السلام، بمعاونة ومشاركة من الآباء الكهنة أعضاء اللجنة التنظيمية في تجمع اتجاهات، وحضور عدد من الشمامسة والأخوات الراهبات. المطران اللحام في عظته مخاطبا الشباب قائلا: إن على كل شاب مسيحي أن يكون له علاقة خاصة بالسيد المسيح، وأن نقبله كمخلص لنا، وأن نقتدي به في حياتنا وأفعالنا دائما. اليوم هو فقط الاجتماع الأول لهذا الموضوع، وستتبعه اجتماعات أخرى ونشاطات أخرى من السمينير في بجالة للمزيد من التفكير في هذا الموضوع، أي نوع من العلاقة أريد أن أبني مع السيد المسيح. يقول الكتاب المقدس: اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أيها الشباب الأعزاء، اليوم إذا سمعتم صوت الرب فلا تقسوا قلوبكم. أمين. جوقة ينبوع المحبة التي يقودها المرنم طعم جبارة، وبألحانها المميزة أحيت القداس الإلهي الذي رفعت فيه الطلبات ووضع التقادم على مذبح الرب على نية الشباب والصلاة من أجل المزيد من الدعوات الكهنوتية. بهذا اليوم اللقاء اللي منبلش هاي السلسلة الكبيرة من التفاعل بين الشباب وبين الكنيسة. طبعا الجدير بالذكر انه كنيستنا الأردن كنيسة غنية بالفئات الشبابية وبالحركات الكنسية الشبابية ايضا، ولهيك احنا حاولنا نركز مع لجنة تجمع اتجاهات لحتى نبلش نركز الضوء على الشباب أكثر وأكثر، وخصوصا على التنشئة الروحية بهذا العصر اليوم اللي بجوز بيدفع الشباب للبعد عن الله وعن الكنيسة. وبعد القداس أقيم لقاء جمع الشباب المشاركة مع الأب سامر مدانات والأب شوقي بطريان، تحدثوا فيه عن الحياة الروحية والدعوة المسيحية لدى الشباب، كما قدمت العديد من شهادات الحياة ومناقشتها داخل مجموعات.
كما قدمت مجموعة قلب يسوع الأقدس للاتين بقيادة المرنم فارس عباسي مجموعة من تراتيلها وألحانها الشجية خلال اللقاء الروحي. وفي ساحة مركز سيدة السلام ختم اللقاء بمسرحية جاءت بعنوان أيقونات متكلمة، رعاها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور المطران مارون اللحام وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وشخصيات عامة. مجموعة من العراقيين من شبيبة كنيسة الكلدان في الأردن قدموا عملا مسرحيا مميزا يسرد 14 مرحلة لدرب آلام وصلب السيد المسيح بمشاهد قدمت بإتقان وتميز. تجمع اتجاهات عقد اللقاء بهدف متابعة وبناء حياة روحية للأشخاص الذين يرغبون في التعمق بالتزامهم المسيحي ومتابعة من يرغبون بالتكرس لله من خلال الكهنوت أو الرهبنة، وذلك ضمن نشاطات ولقاءات روحية متنوعة ستقيمها اللجنة خلال العام.